انت عندك عشان كاس العرب هتبدا 30 نوفمبر. لا هو قال تصريح برضو انا يعني برضو انا مش فاهمه يعني ان هو بيقول انتوا في لعيبه ما كنتوش متخيلين ان انتوا ممكن تشوفوه في الملعب. ما هو مش موضوع ان انا مش متخيل, انت مش عشان توصل لي ان انت بتختار من اللعيبه دي من الانديه كلها مش من الاهلي والزمالك وبيراميدز والكلام. لا يعني انا عاوز اللاعب اللي هو هيأدي المطلوب للبلد. مش انت دلوقتي انت ماسك منتخب بلد مش نادي. أيوة. فانت مجبر ان انت تنقي احسن عناصر موجوده في الدوري المصري غير المحترفين. يعني احنا دلوقتي احنا بنتكلم على محمد صلاح وبنتكلم على المجموعه يعني اللي ونني وحجازي الناس اللي هي بتبقى محمد وعمر مرموش واحنا ناسيين واحد برضو مهم جدا محمود حسن تريزيجيه. هو لسه ان شاء الله يرجع بالسلامه باذن الله ويلحق المباراه ان شاء الله يلحقها. يلحق هو بدا يتمرن مع استون فيلا. فالناس دي دول الاماكن بتاعتهم موجوده بجانب طبعا حراسه المرمى. فانت عندك مجموعه مراكز على الاقل اربع او خمس مراكز تانيين انت لازم تفكر صح في ان انت ال 11 دول, ولازم يكون في على الاقل كمان سبع او ثمان لاعبين مميزين جدا علشان يبقى عندك الناس اللي موجوده بره ممكن تصادف اي حاجه. لا الناس اللي بره لا قدر الله لا قدر الله لو حصل اي مشكله اصابه او برضو لو في ايقاف لاعب ولا حاجه انت ممكن تكون معرض للكلام ده. فانت لازم تحط سيناريو ان المجموعه اللي بره بنفس الكواليتي بتاع الناس اللي موجوده جوه علشان تقدر تأدي صح. انت منتخب بلد مش نادي. ما ينفعش تقول لي انا بختبر والمجموعه لعيبه انت عمرك ما كنت هتشوفهم في. لا ما فيش حاجه اسمها كده. انت عندك الامكانيه ان انت تختار احسن مجموعه لعيبه موجوده في الدوري المصري. مش مجامله او اي حاجه لكن انت بتختار. وبرضو ان انت خروج لعيبه من الـ من الـ من المنتخب لازم توضح لنا السبب ايه. يعني لازم الاسباب تبقى متوضحه للناس كلها والناس اللي هي بتتفرج على الكوره والناس اللي هي بتحلل الكوره. احنا مش فاهمين يعني النهارده قصه الثلاث لعيبه المهاجمين اللي بيلعبوا جنب بعض وفي نفس الوقت هم ما ادوش الدور الهجومي بالشكل المطلوب. انا مش قادر ادي مثلا درجه معينه لاحمد ياسر ريان اقيمهم يعني احمد ياسر ومحمد شريف. محمد شريف هما الاثنين اللي بيلعبوا بره يعني انا ابتدي اقيمه في المركز بتاعه لكن هو عنده مبرر دلوقتي ان انا ما بلعبش في مركزي فلو لعبت في مركزي ممكن ادي احسن. فطب ما يعني موضوع التجربه في التوقيت اللي زي ده هو عنده دلوقتي مرحله مهمه جدا. ايوه ولو ان هو ممكن مش هيستفيد بيها بالقدر الكافي اللي هي البطوله العربيه لان مجموعه اللعيبه المحترفين مش موجودين. هو في اربع خمس لعيبه مش موجودين محترفين. هو يركز على المراكز اللي هو هيبني عليهم على المحترفين. أيوة. هو لازم يعمل كده لكن يبعد عن موضوع التجارب والكلام ده كله لان التجربه الحقيقيه للمدير الفني بتاعنا هي بطوله الامم الافريقيه. أيوة. مش البطوله العربيه. واعتقد برضو ان رمضان صبحي وابراهيم عادل رمضان مش هيلعب معاك بيراميدز مش هيلعب عشان كده انا بقول ممكن يكون هو ما استدعهوش للمعسكر بتاع انجولا والجابون اللي هم الماتشين. طب محمد حمدي هو لعب النهارده. ها محمد حمدي ممكن يعني محمد حمدي وعبد الله السعيد واحمد فتحي. واحمد فتحي واحمد فتحي يعني الاثنين لعبوا النهارده وعبد الله لعب انا بحاول ملهاش علاقه. لا لا ملهاش علاقه. ما هو عشان كده. طب انا ممكن تقول لي ايه السبب ان رمضان صبحي مش موجود طارق حامد مش موجود محمد صلاح ما يلعبش النهارده زيزو اللي يلعب احمد سيد زيزو او مصطفى فتحي. تبتدي مصطفى فتحي من الاول مثلا ناحيه اليمين وحط مثلا محمد شريف برضه الراجل لسه مش عارف برضه اللعيبه كويس. ما هو وده دور كابتن ضياء السيد والجهاز المصري المعاون لازم يوضحوا له الامور دول. بس شكله هو برضه الراجل ايه يعني حتى النهارده اتفرجت على الماتش الراجل مع المساعد بتاعه كلامهم اكتر حتى هو في التغييرات. انا حاسس ان هو بعيدهم خالص. يعني هو كلامه مع المساعد الاجنبي طبعا المساعد بتاعه وهو بيتفرج حتى لو هو بيتفرج يعني انا مش يعني سواء لو اتفرج ثلاث اسابيع في الدوري ده مش مقياس على فكره. لا لا كريم انا المفروض لما اكون ماسك منتخب زي ده ما اتفرجش على اسابيع الدوري. اسابيع الدوري دي عادي اتفرج على الهيستوري القديم طبعا اجيب اخر 15 20 مباراه للمنتخب. يا كابتن مش هيقدر يعمل ليه؟ اذا كان هو يوميا يوميا الساعه 9 لغايه الساعه 7 ولا 6 شغالين والله. ده انا جهاز المعاون هو الجهاز المعاون ده انا لو كل يوم خدت تحليل طبعا لو كل يوم خدت ثلاث مباريات ولا مباريتين في 20 مباراه في 9 ايام ولا 8 ايام. لا طب انا ارد عليك يا كريم في النقطه اللي انت الثلاث ما لحقش الثلاث اسابيع. الثلاث اسابيع احمد سيد زيزو وطارق حامد ورمضان صبحي احسن ثلاثه موجودين في الثلاث مباريات في الدوري.
طيب يبقى لو انت بتختار على الثلاث اسابيع بتوع المباراه هي غريبه بصراحه. ما انا بقول لك اهو زي ما كان غريب المعسكر اللي فات استبعاد قفشه ومحمد شريف. ايه ما هو فيها مشكله لو طلع وضح للناس يبقى عادي جدا يطلع يقول احنا انا استبعدتهم عشان 1 2 3. انا استبعدت مثلا كان قال على محمد شريف ان استبعاده عشان حس انه عنده اجهاد. ايوه ولما رجع لعب. طب ما هو الناس دي برضو انت سبتهم على مكان مش مركزه مش مكان في يعني انا بحس ان انا ما بحط لعيب في مكان زي ده يبقى انا مش عايزه. يبقى انا ما عنديش انا كنت لسه اقول لحضرتك يعني انا ما عنديش يعني ممكن ثقه في المكان بتاعه ده.